طبعا فريق تفاعلنا امالنا هو كان نتاج اجتماع فريقنا الاعلاميين امام هاي المبادره انبثقت احنا من خلال المشاكل والهموم اللي تعاني منها المنطقه. فكان عندنا السبب الرئيسي او اللي اكثر نعاني منه كمنطقه هو تسرب الاطفال واعمالتهم. خلال نشاطنا بهذه الحملات قمنا باللقاء مع لجنة التربية والتعليم والمجمعات التربوية اللي تابعة لها، طلعنا من خلالها على أعداد الأطفال المتسربين وأماكن توزعهم وكيفية أو المشاكل بحث المشاكل والحلول للقضاء على هذه الظاهرة. فكان لها عدة خيارات، منها العامل الاقتصادي أو العامل اللي هو يكون الوضع المدرسي أو الدراسي بالمنطقة. خلال نشاطات الحملة كان عندنا هو تقديم عرض مسرحي في ريف دير الزور الغربي قرية محيميدة، قدمه أطفال مدرسة محيميدة. طبعا من أحد نشاطات الحملة هي كان توزيع البروشورات والبوسترات الجدارية على الأماكن العامة والمارة بريف دير الزور الشرقي والغربي.